بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أبو سيرج العنابي، اليوم إن شاء الله جابكم وصفة جديدة، وهي وصفة المقارونة بالبشاميل اللي طلبها وليدي ساجد، واني انا نفتها له. المقرونه هذه جات بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، روعه روعه مذاقا وروعه في تزيين. كما نعرفوا كل اي وصفه فيها مقادير فيها كيفيه التحضير. نروحوا نشوفوا مع بعضنا كيفيه التحضير والمقادير. نروحوا نشوفوا، يلا نروحوا نشوفوا، يلا نروحوا. هنا في طنجره جبت الماء سخون، حطيته يغلي، ضفت له ملعقه كبيره من الملح، ضفت له قطره من الزيت، وضعت يعني 500 غرام من المقرونه اللي راكم تشوفوها هذه النوعيه هذه، وخليتها تغلي حوالي 12 دقيقه. ورحت جبت مقليات وضعت كميه من الزيت وكميه من الزبده، وجبت عندي بصله هنا قصيتها قطع رقاق وحطيتها في المقليات ندبلها شويه، ومن بعد نجيب هنا كميه من الماء ونضعها حتى يدبل هذاك البصل. وبعد جبت هنا زوج سنات ثوم او زوج فصوص ثوم، كنت رفيتهم وضعتهم مع البصل. بعد جبت هنا 30,000 صدر دجاج، حوالي نقول لكم 200 غرام و 250 غرام، وضعتهم يتبلوا مع او يتبالوا مع البصل. هنا المقرونه تاعي راهي تغلي كما تشوفوا. نرجعوا الى الحشو، نضيف الملح، نضيف الفلفل الاسود، نخليها يعني حتى يطيب هذاك الدجاج، يعني هو ما فيهش روح راح يطيب يعني مباشره في ساعه، ونحرك جيدا. هنا بعد ما كملت طابت المقارونه تاعنا صفيتها مليح وخلتها تبرد والحشو طاب، جبت كسرونه وجبت انا ملعقه كبيره من الزبده المارغرين، حطيت كسرونه تذوب، ودرت هنا ربع ملعقة فرينه او طحين، ربع ملعقة فرينه، وحركت نحرك نحرك. هنا نخليها يعني حوالي دقيقتين فوق النار، لان الفرينه لازم لها تطيب شويه، ولو نضع الحليب مباشره يعني مش هتكون صحيه. انا نخليها يعني حوالي 3 دقائق، قلت لكم 2 دقائق، وطيب مليح. ونضيف الكاس الاول تاع الحليب. هنا بعد ما تاكدت مليح باللي طابت شويه، نجيب الكاس تاع الحليب تاعي، نفرغ الكاس الاول حتى ندوب هذه الفرينه كامل باش مابقاوش لي كريمو هذوكم. هنا جبت فوي باش تسهلي العمليه وتذوب هذاك الفرينه مليح 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 كما راكم تشوفوا. نضيف الكاس الثاني، زيد نحرك مليح مليح مليح. الكاس الثالث نضيفو نص كاس اخر، يعني 3 كيسان ونصف. انا كنت وضعت الفلفل الاسود الان والملح، ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره من الملح، والملح نذوقه يعني نذوقه، ومن بعد اذا نضيفه. هنا جبت 5 قطع جبن بعد ما عقدت شويه، نخليها تعقد شويه فقط وبعدين نحيوها. انا هنا خلاص طابت، نحيوها نحطها على جنب، ونجيبوا المقارونه تاعي، ونجيب هنا المول الزجاجي تشوفوا، يعني دهنته بالزبده وطليته بالزبده مليح، زبده حتى تعطي ذوق مليح وتخلي الكراتان تاعنا يتنحى بسهوله. هنا جبت لوش تاع بيشاميل وضعتها هي الاولى، ومن بعد نفرغ على الحواشي هكذا بالسباتيل تاعنا، ونضيف المقارونه نضعها يعني طبقه اولى، ومن بعد المقارونه هذه نخلطها مع البيشاميل مليح 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 حتى يجي هذاك الذوق اللذيذ، لانه لو نضعوا البشاميل من فوق فقط مش راح ينزل للاسفل وما تكونش فيه الذوق تاع البشاميل. البشاميل كما تعرفوا الكل فيه الملح وفيه الجبن، يعطي الذوق يعني زياده مليح. يعني هنا كما تشوفوا جبت لوش اخرى تاع البشاميل وضعتها فوق المقرونه، ومن بعد نخلطها كامل مع بعض. انا ندخل البشاميل تاعي في المقرونه، من بعد نقلب كما تشوفوا هنا بالسباتيول حتى تتجانس كل مع بعض بالبيشاميل ويعطينا الذوق الرائع هذاك. يعني صدقوني والله العظيم شوفوا جاء ذوقها ولا اروع. انا درت زوج هنا زوج صينيات، يعني كفاونا فقط في الغداء فقط فقط. هنا من بعد نضغط يعني مليح ونشوف الاماكن الفارغه ونضع المقارونه تاعنا.
بعد ذلك نروحوا الحشو، نجيبوا الحشو ديالنا تاع الاسكالوب هذاك والثوم والبصل والملح والفلفل الاسود اللي فيه ذوق كذلك والعروة، يعني نوزع الكمية كاملة على الصينية تاعي، نخلي حتى مكان فارغ، نحاول يعني بكل اجتهاداتنا. شوفوا يعني قلت انا عندي زوج صينيات راح نعملهم، هذه الصينيه الكبيره وعندي المول الاخرى صغيره. وهنا بعد ما كملت نجيب المكرونه ونضعها من فوق، درنا طبقه مكرونه وطبقه يعني حشو وطبقه تاع مكرونه اخرى، وما ننساوش البشاميل يعني في كل مره. هنا نزيد نضيف البشاميل من فوق، نحاول البشاميل نضعها في كل الاماكن يعني حتى تدخل بين الطبقه الاولى والثانيه. هنا بعد ما وضعت البشاميل عندي شويه فرماج رابي، كميه صغيره فقط لقيت في الثلاجه وضعتها من فوق، يعني انتم لكم الاختيار، اللي عنده يحط، ما عندوش حتى قطع يحط مش مشكل يعني. من بعد نروح نشوفوا صينيه صغيره كامله ومعنا نشوف هذه. ربي والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. هنا البدلات بذل واجتهاد، هنا الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. هنا يبنون بالعلم نفوسا، هناك غدا سنعمرها بلادي، ونخدم أمة ونصون دينا، ويطغى النور من بعد السوادي. الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي. وهنا عندي كمية من المعدنوس كنت قطعتها مليح وحطت من فوق فقط كإضافة وتزيين بسم الله ما شاء الله، ونضعهم في الفرن على 200 درجة مئوية، نخليهم يطيبوا من تحت، ومن بعد نزيد شعلهم من فوق، نخليهم يكون لون ذهبي هذاك ونخرجهم. قلت جات روعة روعة روعة. الآن هنا البشاميل تاعي مقرونة راهي طابت، خرجناها من الفرن وهي سخونة، نقسمها على 6 ان يعني يكون السكين حاد، ونحاولوا انه السكين مروه يعني بشويه، لانه المقارنه تكون طويله شويه، واحيانا كي ندخلوا السكينه راح يكون هذاك الحاجز الاوبستاكل هذاك يفزت لك الحبه، يعني نقصوه في حيله فقط. شوفوا هكذا، ونجيبوا الصينيه الاخرى تاعنا المول تاعنا الاخرى ونقطعها ربع، يعني زوج ربع 6 8 10، يعني 10 قطع، وثم يعني عدد افراد العائله، يعني اللي عنده عدد افراد عائله يقدر يدير كيلو مكرونه. انا درت النار طل يعني 500 غرام جاتني هذه، يعني ثم تقدروا تشوفوا بعينيكم فقط. شوفوا بسم الله ما شاء الله جات متماسكه، وبالرغم انها سخونه يعني تعرفوا البشاميل والكراتان كل كي يجي سخون تلقاه مش متماسك يعني، وكي يبرد يتماسك مليح. بسم الله ما شاء الله، قلت ذوق ولا اروع ولا اروع ولا اروع.
نحكي لكم تخمامه هذاك تاع واش طيبوا لاولادكم، طيبوا لهم هذه ذبيش عمال. انا طلبها مني ساجد ولدي، ام ساجد مريضه شويه وما قدرتش اني تنوض البارح اليوم، وانا اليوم ما نخدمش. قلت له ساجد واش نطيب لكم؟ قال لي طيب لنا مقرونه ذبيش عمال، وكان له ذلك يعني الحمد لله. اخواني اخواتي احبابي مشاركي كرام، اللي شاف الفيديو هذا يحاول يروح يعمل لي اعجاب، فقط اعجاب. انا نحبكم تعملوا لي اعجاب للفيديو هذا وتعليق تحفيزي، ويدخل جديد ومشتركش في قناتي يحاول يشترك في قناتي فضلا وليس امرا. ورب يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله، وان شاء الله في وصفه قادمه ان شاء الله، وقريب نوصلوا 12 كا ونحتفل مع بعضنا بالتورته ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.